بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في شوية أسئلة وصلوني فهجاوب عليهم، وفي الحقيقة أنا كل ما بيوصلني سؤال بجاوب عليه مباشرة للشخص اللي بيسأل، وبجمعهم في ملف لوحده كده عشان أجاوب عليهم كل الأسئلة، يعني بحس يبقى في فايدة عامة للناس كلها حتى اللي ما بعتتش السؤال. مش هذكر أسامي الناس اللي بعت الأسئلة يعني برضو حفاظا على خصوصية كل واحد، لأن في ناس ممكن تحب تسأل بس ما تحبش إنها يعني يتقال اسمها. فمثلا في سؤال بيقول: أنا أعرف كل فورمات الوينج تشون ولا أعرف كيفية استخدامها في القتال، لذلك المرجو منك أن تعلمني تشي ساو في فيديو. يعني التشي ساو بسيط جدا، يعني انا ممكن في 10 دقايق اعلمك التشي ساو، الاساسيات بتاعته في 10 دقايق، مش محتاج اكتر من 10 دقايق. التشي ساو كله على بعضه: بوم ساو بيقلب لتان ساو، ايدك اليمين ايدك الشمال، فوك ساو تطلع ونازله تفضل فوك ساو، دي الاساسيات، وبتبدا تتغير بهذا الشكل من بوم ساو والفوك ساو تحت، تقلب تان ساو والفوك ساو تطلع لفوق، واخد بالك؟ دي الأساسيات بتاعته. أنت لو اتدربت على ديت كويس بيبقى خلاص أنت كده اتعلمت الأساسيات بتاعت التشي ساو. إنما طبعا بقى في بيتفرع تحت الكلام ده حاجات كتيرة قوي. لو عاوز تغير إيدك مثلا، تخلي الشمال هي اللي بونساو بدل ما من فوكساو بتقلب لبونساو، ازاي تحول الايد من بره لجوه ومن جوه لبره، ازاي تغير زوايا الجسم، في بقى تكتيكات كتيرة جدا ما ينفعش اعلمها لك على يعني لازم تبقى ايدي ملامسة ايدك عشان اعلمك ازاي المعرفة النظرية يا جماعة مش كافية، ومش مش كاملة ومش أمينة، ومش ممكن تعمل منك لاعب وينج تشون كويس. ألا توجد طريقة أتعلم بها كيفية القتال بسيو ليمتاو من فضلك؟ أنا أعرف فورمات السيو ليمتاو جيدا ولكن لا أفهم كيف أقاتل بها. يعني لو أنت عارف الفورمة وعارف تطبيق كل حركة، يعني لما تيجي تلعب تعمل أي حركة لازم تبقى عارف التطبيق بتاعها إيه، إزاي الفايدة الفعلية بتاعتها إيه، لازم تسأل ولازم تعرف في أي فورمة، في أي لازم تعرف دي. طب أنا لو عاوز أستخدمها بشكل فعلي أستخدمها إزاي؟ فلازم تسأل اللي بيعلمك تسأله، وإلا بالنسبة لك هتبقى مجرد حركات بتأديها وخلاص، مجرد حركات طالعة إيدك طالعة نازلة بتتحرك، مع إنما أنت مش عارف دي ده إيه ده. كل لو كده بقى ملهاش أي لازمة، ملهاش أي قيمة صراحة، يعني ملهاش أي قيمة، لأن أولا هتكون بتعملها غلط، يعني 1000000% هتكون بتعملها غلط. لو مش عارف التطبيق الصح بتاع كل حركة 1000000% هتكون بتعملها غلط. فبعد ما تعرف التطبيق بتاعها يجي بقى بعد كده مرحلة التدريب، ان انت تتدرب عليها كتير كتير على الحركة، وتتدرب عليها مع واحد، يعني تخلي مثلا واحد يهجم عليك وانت تطبق مع الحركة لغاية ما تبقى خلاص بتدخل في ذاكرة العضلة بتاعتك. يعني في حاجة اسمها ذاكرة العضلة اسمها muscle memory. المسل ميموري دي اللي انت خلاص انت لما حد بيدخل بيها بيوجه لك ضربة، ايدك عارفة ازاي تطلع وتصدها. استاذ كملت سيولم تاو وتطبيقاته بالواقع، هل اتدرب الان على فورم تشامكيو؟ ممكن طبعا تدخل، طالما خلصت السيولم تاو ممكن تدخل على التشامكيو، مفيش مشاكل. بس في حاجة عايز اقولها، يعني الناس، في ناس مستعجلة، في ناس يعني كتير، مش في ناس، أعتقد كل اللي بيحاول يتعلم وينج تشون مستعجلين على التعلم، مستعجلين خلص فورمة دي عايز يدخل على الفورمة اللي بعدها. يعني ما تستعجلش،
يعني انت ممكن تكون بتعمل الفورمه بتاعت السيوليوم، انما هل اتقنتها؟ ما ده موضوع تاني، ده سؤال تاني خالص. هل اتقنتها؟ يعني المفروض انك ما تنقلش للفورمه اللي بعدها الا بعد ما تتقن الفورمه اللي انت فيها. هو مستحيل تتقن فورمه في اقل من 6 اشهر، 6 اشهر من التدريب المستمر، مش 6 اشهر ساعه في الاسبوع. لا يعني احنا كنا بنتدرب السيولم تاو، بنروح نتدرب يوميا. يعني انا اللي خلاني اقتنع زياده واكتر بالسيفو بتاع سيف جيبتشون ان التدريب مع يومي، تدريب 3 ساعات بالليل وساعة ساعة ونص بالنهار، احيانا بتبقى ساعتين، وبالليل يوم الجمعة ويوم الثلاث بالليل ويوم السبت كمان، يوم السبت ساعتين بالليل، الثلاث والجمعة 3 ساعات بالليل، وبعد كده الأيام كلها بالنهار ساعة ونص على الأقل باستثناء الحد والخميس، الخميس ما بيجيش. فتخيل يعني تدريب، يعني أنا ما اتعلمتش الشامب كيو إلا بعد تقريبا سنة كاملة من تدريبي على السيوليوم تاو، وكذلك ما اتعلمتش البيوتي إلا بعد كم كذا سنة من تدريبي على السيوليوم تاو والشام كيو، بعد مثلا ما لا يقل عن 5 سنين مثلا بدأت أتعلم البيو جي. وطبعا الودن دم بيمشي مع بمجرد ما تخلص السيوليوم تاو ممكن تبدأ تتعلم الودن دمي الدمية، ممكن تبدأ تتعلمها، بس طبعا ما ينفعش تخلصها كلها مرة واحدة كده، لازم تمشي بيها بالراحة مع الشام كيو. دي الخطوات السليمة يعني. ف تأديتك للفورمة لا يعني انك خلاص اصبحت جاهز للفورمة اللي بعدها. يعني احنا في مصر بنقول على الحاجة اللي بتتعمل بدون اتقان بنقول عليها سلق بيض. هي سلق بيض بتحطه في مية وسخن يغلي وخلاص خلاص، انما لا، لو انت عاوز شغلك ما يبقاش سلق بيض يعني لا، محتاج وقت لغاية ما تتقن الفورم اللي بتتلعبه، وتبقى عارف تطبيق كل حركة، تتدرب على تطبيق كل حركة، دي محتاجة شهور. إلى جانب الوينج تشون نفسه بقى، دي مش مسألة إن أنت هتتعلم الفورمات وتقول إنك خلصت الوينج تشون يلا اللي بعده. لا، أنت كده ما اتعلمتش الوينج تشون. يعني لا يعني فاهمني إزاي؟ يعني مثلا خلصت اللي اتعلمت السيلم تاو، يلا نتعلم التشام كيو، خلصت التشام كيو اتعلم البيو جي اللي بعدها، الدمية اللي العصاية اللي خلصت كده، انا خلاص خلصت الوينج تشون، ندخل بقى على لعبة تانية. لا، انت كده ما اتعلمتش حاجة، انت كده ما اتعلمتش حاجة. الوينج تشون يا جماعة محتاج لايف تايم، يعني محتاج انك تمارسه طول عمرك، لان انت كل ما بتمارسه كل ما مستواك بيرتفع، مش مجرد فورمة انت حفظتها وخلاص. ده حاجة بتفضل معاك لمدى الحياة، فعاوز مستواك يرتفع ويتقدم باستمرار، لابد من انك تفضل ممارسه مدى حياتك. سؤال تاني، انا احاول اتمرن وينج تشون وللاسف الموضوع صعب في مصر، واصعب اني مش من القاهرة ومقتصر على الفورم بس، وانا دماغي في التطبيق الفعلي للحركة في فايت حقيقي وليس تمرين. ممكن لو تكرمت تاخذ في الاعتبار بعض الافكار على الدمية من الفورم والتشيسام، لو تكرمت ربنا ينفعنا بعلمك يا كابتن. الله يحفظك، واعتقد اني جاوبت يعني على السؤال دوت. يعني والله هحاول ان شاء الله اسجل حاجة على الدمية وابين لكم ازاي ممكن، رغم ان ليا فيديو، اعتقد فيديو قديم ببين ازاي تتدرب على الدمية واستخدامه في يعني الصد والضرب بإيد واحدة، بوم ساو فا ساو لا ساو لا ساو فا ساو. في فيديو قديم ليا على قناة اليوتيوب بتاعتي فيها بعض التطبيقات، وربنا سهل أسجل حاجة جديدة. بصراحة حتى سؤال تاني، بصراحة حتى تشيساو اللي موجود على النت في رأيي ده مش فايت، ده تمرين بيتهيألي لحساسية اليد. طبعا ده مش فايت، التشيساو مش فايت، التشيساو يعني بص، علشان تبقوا فاهمين، بتدرب على كذا حاجة. أولا أيوة، حساسية اليد. ثانيا بتتدرب على وضع الجسم، وضع جسمك في الدفاع وفي الهجوم. بتتدرب على
الدوران، إلى جانب إنه يعني هو ما بنقولش عليه فايت، إنما هو يعني تقدر تقول عليه سيمي فايت، يعني شبه حاجة شبه قتال، لأن في القتال الحقيقي طبعا ممكن واحد يضربك بالرجل، ممكن واحد يحاول تيك يو داون، يعني يجيبك على الأرض يطرحك على الأرض. في التشيسو احنا ما بنعملش كده، مش هتلاقي واحد وانت بتلعب تشيسو قام ضربك بالرجل في وشك مثلا، يعني ما بتحصلش يعني. فإنما في التشيسو في نفسه أحيانا بتقلب لفايت حقيقي، ودي حصلت معايا يعني على الأقل 3 مرات مثلا، على الأقل. تلعب تيسا مع واحد وتلاقيه بيلعب بغباء، يعني بغباء يعني هو عاوز يوصل لك ضرباته خلاص، فبتضطر ترد عليه وتتعامل معاه بجد. فأحيانا بتقلب لفايت حقيقي، هنا بتبقى خناقة بجد، خناقة مقنعة. خناقة مقنعة يعني إيه؟ بنبدأ كده تيسا، وبعد كده لكمات بقى وصد وضربات، وتبقى فايت حقيقي، ويبقى فايت طبعا بينتهي بإصابات. الحمد لله يعني، ما الحمد لله ما تعرضش لأي إصابة، إنما أنا أذكر في ناس كتيرة من اللي لعبوا معايا جات لهم إصابات، يعني لأن بيبقى الفايت عن قرب، ويبقى صعب، ويبقى خطر. فهو مش فايت، إنما ممكن يقلب لفايت، ولا جانب هو أيوة تمرين بينزع من قلبك رهبة الفايت. لو فضلت تلعب تساو كتير بينزع منك لا رهبة الفايت، لأن اللي خصمك إيده بتبقى على بعد مثلا كام بوصة من وشك، واخد بالك، ومع ذلك انت متحكم فيه وبتصد ضرباته وبيوجه لك. يعني انا نزلت من كام يوم فيديو، ليه الفيديو ده قديم من 4 سنين تقريبا، بلعب فيه مع صديق يعني، وهو يعني مستوى عالي، يعني مستوى مش مبتدئ، يعني مستوى عالي جدا يعني، وقوي جدا. وكان بيلعب معايا في طريقة معينة من اللعب، يعني تحط ضغط جامد على خصمك، تستخدم قوة بدنية، وكان بيلعب معايا بالطريقة دي. وزي ما شفته الفيديو الحمد لله، يعني قدرت أصد يعني تقريبا كل الضربات اللي كان بيحاول يوجهها، برغم إن الإيد بتبقى قريبة جدا من الوش، وبيبقى كأنه شبه فايت، مش هقدر أقول عليه فايت، إنما شبه فايت. ده بيخليك من جواك ما عندكش رهبة انك تدخل فايت حقيقي، ان الفايت حقيقي لو واحد هيوجه لك بنيات كده، ان مجرد ما ايدي لمست معاه خلاص مش هسيبه. يعني انا بشبه لاعب الوينشون الحقيقي، لاعب الوينشون الصح، بشبهه يعني بالدبانة الغلسة. انت عارف الدبانة الغلسة اللي تيجي تقف لك على وشك تهشها، او تلف كده وترجع لك تهشها، تلف وترجع لك تاني. اللاعب الوينشون الحقيقي الصح عامل زي الدبانة الغلسة كده، بمجرد ايدك ما لم... ايده ما لمست معاك خلاص انت كده في خطر. وهو ده بقى التيسا بيعلمك الحاجة زي كده. لحظة واحدة، في حد يخبط وهكمل معاكم في ثانية. لحظة واحدة. فده يعني ردي سريع على الموضوع التيسا. نيجي بعد كده سؤال تاني، هل عندك علم في ألمانيا لماذا يكون اسم وينج تشون يكتب وينج تشون؟ يعني مش مشكلة، هو يكتب وينج تسون، يكتب بينج تسون، يكتب. دي بيبقى اختلافات في النطق، خاصة بين أهل الشمال وأهل الجنوب. يعني في الشمال مثلا وينج يونج تشون، يونج تشون تشون يونج تشون، ده لهجة الماندرين. في لهجة الكانتونيز في بينطقها وينج تشون، في بينطقها هي أصلات اللغة الصينية غير اللغة الإنجليزية، فهم بيحاولوا بس يكتبوا اللغة النطق الصيني بالحروف الرومانية اللي هي الرومانيزيشن. فهي سواء تكتبها تسون أو تشون، الاتنين صح، ومش قضية يعني كبيرة. ده مسألة بس فرق في طريقة الكتابة. زي مثلا اديلك مثل، زي ما تكتب مثلا كلمة شانغهاي، تكتبها بتكتب بالجيم، وأحيانا تكتبها شانغهاي مثلا، يعني حاجة زي كده. سؤال تاني، انا حابب اتعلم بس السن يفرق. لا، الوينج تشون ما فيهوش سن، يعني اي سن مناسب. الوينج تشون مناسب للاطفال ومناسب للكبار، والسن ما، لان مش محتاج منك انك تكون فاتح حوض مثلا، مش محتاج منك انك تكون هرقل وقوي جدا، ومش محتاج منك تدريبات عنيفة، فهو مناسب لكل الاعمار. سؤال اخير هو، ليه يبمن
ما استعرضش الفورم الثالث في الفيديو بتاعه. في ناس بتقول يعني حسب ما الأخ اللي بعت لي السؤال بيقول لي إن في ناس بيقولوا إن هو نسي الفورم، هو ما نسيش الفورم، مش مسألة نسي الفورم، يعني هو الحاجات اللي صورها السيوليوم تاو والشام كيول اللي صورهم والدمية اللي صورها ديت يعني اتعملت تقريبا في آخر أسبوعين من حياته. كان خلاص مرض السرطان اشتد عليه جدا، وهو كان وقتها عنده 79 سنة، يعني هو مولود في 1893 ومات 1972، يعني مات وعنده 79 سنة، ومرض السرطان كان خلاص يعني شادد عليه جدا. ولذلك ما عملش استعراض بالعصاية مثلا، لأن العصاية تقيلة جدا، تقيلة على واحد شاب، وأنت شاب وقوي ومفتوح للعضلات، لو لعبت بالعصاية 10 دقايق هتنهك وهتتعب وهتحتاج تريح. كذلك السيفين، لو لعبت بالسيفين بس اللي هم سكاكين الفراشة، يعني لو لعبت بيهم 10 دقايق بس هتلاقي إيدك خلاص كأنك بتشيل حديد، إيدك تعبت وهتحتاج تريح شوية. فما بالك بقى براجل كبير في السن عنده 79 سنة وفي أواخر أيام السرطان خلاص تملك منه خلاص، لأنه بعد ما صور الفورمات دي تقريبا بأسبوعين توفى. فيعني مش مسألة نسي، لازم تاخد في الاعتبار السن والمرض، في دي حاجات لازم تاخدها في الاعتبار، ويا ريته طبعا كان صور. فده ده ده دي إجابتي السريعة على الأسئلة بتاعتكم، ولو في أي أسئلة تانية ابعتوها لي وأنا هرد عليها، برد مباشرة على كل سؤال شخصي، وزي ما بعمل دلوقتي كده هجمعهم وأجاوب عليهم كلهم عشان الفايدة تعم على اللي سأل وعلى اللي ما سألش. وإن شاء الله أسجل لكم حاجات جديدة يكون فيها شيء تعليمي يعني. السلام عليكم.